سي سعيد، بغينا نعرف اش واقع اليوم. اش واقع؟ واخا الخير، راسي ما كنتش متوقع هادشي اللي وقع. يعني كان واحد النوع من التخوف من لا رياكسيون ديال الجمهور، خصوصا انني بعد 4 سنين ما درتش التلفزيون، وكان دائما تنغوت على اساس باش يكون عمل مزيان، يكون هذا دفعت اعمال ما تقبلاتش. واحد الوقيته تبدي كتشك في راسك، واش ما بقاش في يدك، واش ما بقيتيش تقدر تعطي، واش يعني. وهذه هي المساله اللي كنصح بها جميع الشباب وجميع الاخوان الرواد اللي معايا، واللي هما يعني تقبعوا وتسدوا عليهم البيبان، انهم يعرفوا ان كاين واحد الباب محلول، اللي هو باب جميل جدا، هو باب ديال الجمهور المغربي. ان الجمهور المغربي مخلص ويحب الناس ديالو، واللي كيبغي راه تيبغي، واللي ما تيبغيش راه ما تيبغيش، وتيحب العمل الجاد، العمل اللي مزيان. فهادشي اللي وقع، انني مني لونسيت التحدي ديالي وقلت لهم انني غادي ندير قناه خاصه، وعيطت على الشباب يساندوني، فكانت واحد المسانده قويه من طرف الجمهور، وانا تنشكرهم جزيل الشكر، لان لولا ديك المسانده ما كنتش انا غندير هذا العمل. غنبقى دائما كنتسنى تحت رحمه القنوات ديالنا باش يعطيونا واحد العمل ونقدموه حسب داكشي اللي بغاو هما وبالطريقه اللي بغاو هما. فالان درتو ان الشعب فتح لي هاد، او اولاد الشعب فتحوا لي هاد القناه هذه، هاد الطريق هذه، وجات القناه ديال شاده حتى هي انضمت لنا وعاونتني باش اننا نديروا هذا العمل. علاش عاونتني؟ لان بزاف الناس عيطوا ليا ما يقدوش يتفرجوا فيا عن طريق اليوتيوب، لان ما عندهمش الانترنت، او لا ما كتكونش عندهم مساكن الواي فاي وبزاف الحوايج، يعني خصوصا الناس اللي ساكنين في الباديه ولكن عندهم الساتيليت. فجات هذا الاقتراح ديال شهاده انهم يدخلوا معايا في الانتاج. كان عند السي رشيد حياك، قال لي انا يا مؤمن بالعمل اللي كدير وعندي الثقه فيك، خصوصا ان احنا اصدقاء من قبل، يعني اصدقاء من احنا صغار، ولاد الدرب، يعني ملي كان عندهم استوديو القاهره كان عند الوالد ديالهم، يعني كنعرف الاخوان كلهم. فهما اللي لونساو شاده تي في، يعني تلفزيون فتي بقي صغير، باغي يبدا، باغي يدير حوايج مزيانين، اختار بعض العناصر اللي مزيانين، ما عمره بغى يشارك مع ناس اخرين اللي هما عارفهم ما غاديش يوصلوا لقدام، فتيقلب على الشريك يكون في المستوى. فانا بعدا يشرفني انه اختار سعيد الناصري، وبغى يكون قناه ديال توا، بغى يكون قناه خاصه للجمهور، يعني الجمهور هو اللي يختار البرامج ديالو، هو اللي يبغي اشنو بغيت نشوف فهذيك القناه، هذه هي الفكره ديالو اللي بغى يمشي عليها. فمني جات الفكره مزيانه، قلت هكذا غادي نقدر في نفس الوقت ما نتحملش بوحدي المصاريف، ثانيا ما غاديش نكون انا بوحدي في الانتاج، ثالثا غنقدر نوصل العمل حتى للناس اللي ما عندهمش الانترنت، غادي يوصلهم في الوقت، وفي نفس الوقت يعني نقدر ندير عمل مزيان وانا مرتاح. وهذا الشيء اللي حصل، وحاولنا نقلبوا على فنانين اللي غيتعاونوا معنا واللي عندهم نفس الفكره، ومنهم الفنانه المقتدره نعيمه الياس، والفنانه الجميله اللي هي فاطمه خير، اللي تبارك الله عليها كانت هائله في الدور ديال دليله، وعملنا هذا العمل هذا، وما كناش متوقعين غادي نلقى هذا النجاح كله، اننا غادي الحمد لله غادي ننجح. القنوات ديالنا الرسميه او القنوات الوطنيه ما بغاوش. انا دابا اكثر من 4 سنين ولا مع 5 سنين وانا تنحط هذا المسلسل هذا، حطيته جوج المرات، حطيته القناه الاولى والقناه الثانيه، وقالوا لي مستوى ضعيف وما يمكنش تدوزو، يعني ما كيجاوبوكش، فانا ما كيعطوكش شي حاجه، تيقول لك راه حقا ما غيعجبش الناس، وها هو العكس، هما الغرض حوايج اخرين. فهذه اللجنه اللي تتختار الاعمال، يعني مع كامل احتراماتي لهاد الناس لانهم اساتذه وداك الشيء، اشنا هي واش كيعرفوا المغاربه؟ واش كيعرفوا الشعب المغربي ولا ما تيعرفوش؟ الا كانوا كيعرفوا الشعب المغربي راه ما يمكنش على دابا هاد الناس اللي دابا تيصفقوا انه يطلع توندونس وان الناس عجبهم العمل. واش هاد الناس شكون هما؟ ماشي مغاربه، جاهم شي دوله اخرى، راه هما اللي خصنا نقدموا لهم هاد العمل. العمل كينطلق من المغربي نفسه، المغربي لما لقاش نفسه بالضبط ما بغاوش هذا السيستم، ما عرفتش، ما فهمتش، ربما كنشوفك بعثتي على الشاشه المغربيه بزاف. اي انا تقصيت من الشاشه المغربيه. السبب هو ان الاعمال اللي تنقدم ربما تديرونجي، ربما كنحطوا في مازال غتشوف ميساجات اكثر من هذا، ومازال ان شاء الله مستقبلا غتشوف دي ميساج، دي رسائل مهمه اللي كتهم الشعب. انا كنتكلم على هموم الشعب،
انا عايش مع الشاب وتنشوف الهموم ديالو. انا يوميا كيجيوني رسائل، كيعيطوا لي الناس التليفون، عندهم مشاكل، عندهم ظروف. انا يوميا كنمشي للسبيطار، يوميا كنمشي نشوف اشنو واقع في الاداره، كنشوف اشنو المعاناه ديال المغاربه، يعني كتشوفهم والى اي درجه المغرب صبور. المغربي انسان طيب وصبور، يعني كتلقاه تيقول الحمد لله. المهم الواحد بلادنا هادي ديرو، يعني ما عمرو كانت عنده ديك الفكره ديال انني راه واخا اقدر تلقى تيعير وتيسب، ولكن اوفو كنظن ان ما كاينش شي وطني بحال المغرب. ان المغربي باغي تيقلب على الامن والامان، المغربي باغي يعيش، باغي يعيش مرتاح، باغي ما كيقلبش وما ما سوقوش تكون عندك انت لا المغربي. المهم هو يكون عايش مزيان، ولكن ما تخونوش، ما تسرقوش، ما تديش ليه، ما تضحكش عليه، هذا هو المغربي. فهاد الحوايج خصو يشوفها، خص يشوف واحد اللي كيتكلم عليه. لان ملي كتجي انت كدير واحد العمل بواحد القدر كبير ديال الفلوس، يعني راه كتسرق فلوس المغاربه وكتمشي تلوحهم وتدوز ليه واحد العمل اللي كيضحك عليه، ما يقبلهاش. المغربي في عيد الكبير كتلقاه كيتسلف وكيشري حوالي مزيان، ولكن ما يقدرش، ما تلقاه ما يمشيش ما تضحكش عليه وتعطيه حوالي ديال 1000 درهم، تعطيه ليه ب 5000 درهم، ما يقبلهاش. المغربي هو الضحك. صحيح، قلت لي راه هذا هو الاشكال، ان النهار غادي نفهموا الذوق ديال المغاربه ونعرفوا بان المغربي راه اصبح ذكي، وان ولا كيقارن العمل المغربي مع العالم مع العالمي، تماك غادي نوليو نعطيو داك الشيء اللي بغى، غيولي يفهم ان المستوى ديال المغربي طلع، ما بقاش ذاك المستوى ديال دير لي كلون ولا شارلو ولا مهرج ولا هذا وتقول لي غنضحك. لا، الدري الصغير الان وليت شوف غير لي واتساب اللي كيدوروا، لي واتساب اللي كيدوروا كيدوروا شي نكات خطيرين جدا، وكيطلبوا واحد الذكاء باش تفهمهم، لان الكوميديا تخاطب العقل. الكوميديا صعيبه، الكوميديا هي الحل الوحيد، هي الطريقه الوحيده والاسهل باش تقدر تدوز بها لي ميساج. الان دابا في لا بيبليسيتي علاش كيستعملوا بزاف الكوميديا؟ باش يوصلوا هذاك المنتوج الميساج ديالهم، لان الكوميديا هذه هي النكته، لان النكته كتبقى راسخه في الدماغ، ومني كتلقى مع شي واحد اول حاجه يقول غنعاود لك واحد النكته، وراه البارح سمعت واحد النكته. يعني الكوميديا ما تيقولش لك وراه البارح غادي نعاود لك واحد الدراما، راه عرفتي الولد مريض والبنت حداه مسكينه كتبكي، ما عمرو كيعاودها لك. تيقول لك عرفتي تفرجت في واحد الفيلم واحد الكاك فيه هو اللي قتلني بالعذاب. يعني النكته تتعاود وتتكرر وكتعاود وكتضيع وكتفهم، يعني كتبقى دائما عندها ارتباط بالعقل، ومن خلالها هي كتوصل بزاف الحوايج اللي انت بغيتي المجتمع ديالك يتغير فيه، او لا توصل ذاك النداء ديال واحد المواطن اللي كيعاني من الاداره، ولا تيعاني من المشاكل ديال الدواء، ولا كيعاني من الضعف، ولا كيريب مريبي ليه الدار، ولا شكون اللي غيوصل ذاك الشيء اللي ما وصلناش حنا للمسؤولين؟ وخا المسؤولين غيميكوا ويغمضوا عينيهم، ولكن الا بقينا كنعطيهم اليوم غدا اليوم غدا، واحد النهار تيقول لك هادو راهم صافي راهم عاقوا، خصنا نحركوا الامور، خصنا نحبسوا، خصنا نتوكلوا على الله. هذا هو الرساله ديالنا. ملي كتكون في الزنقه تيقول لك ادوي علينا صاحبي، ما تيقولش لك ضحكنا. والضحك ماشي هو كع كع كع، لا، الضحك هو انه تكون ضحك داخلي كيفوج ابتسامه اللي هي من الاعماق جايه من القلب، تيحس بها واخا ما تتشوفوش كيضحك، ولكن الداخل ديالو مبتهج. علاش؟ لانه لقى فيها داك الشيء، انه فهمها. هذا هو الكوميديا اللي ما بغيتيش تطيح في الحموضيه. هذا الفرق ما بين الحموضيه وما بين الحموضيه. كيفاش كيجيك القنوات السلسله القنوات المغربيه؟ بصراحه بصراحه ماشي انا غنقول، هذوك الزملاء ديالي كلهم وهذا، يعني للاسف الشديد تنسمع دابا تنشوف لي كومونتير ديال الناس وكنشوف الجمهور هو اللي تيحكم. يعني مستوى رديء جدا وضعيف في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، لا في الاخراج ولا في السيناريو ولا في، ما كاين سيناريو بعد اساسا، ما كتلقاش قصه. العمل شوف العمل اي عمل، سيتكوم اللي كنهضروا خاص لا سيتياسيون تكون، خاص الموقف. يعني ما كيسمى السيتكوم شنو هو؟ يعني الموقف الكوميدي، يعني السيتياسيون كوميك، خاص يكون بحال هكذا. يعني اول حاجه، ثانيا انت خاص تكون قصه من الاول حتى الاخر، تكون البدايه وعقده نهايه، هادشي اللي كاين. اون هيستواغ، فيلم سيت اون هيستواغ. جون غابان ملي سولوه قال لهم لو فيلم سيت اون هيستواغ بوي اون هيستواغ بوي اون هيستواغ، عاد اعطيني شي حوايج اخرين. الناس كتدخل كتفرج وتقول واحد القصه في واحد الفيلم واعره، تسمع الناس كيقولوها، يعني ما تيقولوهاش بعد فراغ. اي نكته الا ما كانش عندها بدايه ونهايه ما تضحككش. انا عاودت لك النكته، قلت لك هذا واحد خينا عرفتي خرج طلع الطوبيس، هو هذا مشى له البسطام وسكت. ايوا من بعد معلم شنو هو مشى له البسطام شنو؟ يعني خصني نقلب على لاشوت باش نقدر نضحك، هذا جانب. ثانيا
اهم شيء هو الجماليه ديال الصوره، جماليه الاداء، يعني ما تبقاش تتعامل مع الجمهور بحال شي واحد ديبيل. دابا الدري الصغير تبارك الله ولا تيفهم، يعني واحد جاي واحد كياكل ولا كذا، واحد كيقول ليه برا، واحد مشعشع وتيهضر بشي طريقه، يعني ما اوني با كوم سا، لي ماروكان سون با كوم سا. راه تجلس مع واحد في قهوه كتلقى مبوا يتكياف مع راسه، تيجلس ويهضر معك غير بشويه تيقتل بالضحك، لا ما كيتعوج بلا والو، تيقول لك جوج كلمات ثلاثه تيخليك مرمد. يعني شنو نقول لك، يعني شي حاجه اللي كتجي من الاعماق وكالم مو تعطيها، يعني بلا ما تعوج، بلا ما تبقى تعوج في وجهك، تعوج في فمك، الا الا اضطريتي في بعض الاحيان دير شي غريماس ولا شي حاجه وتلعب عليها، غتساعدك على ذاك الموقف الكوميدي اللي بغيتي دير. للاسف كنطيحوا في لو ريديكول، وملي كطيح في الريديكول صافي مشيتي، ما خصكش تطيح في الريديكول، خصك تبقى دائما في مستوى عالي، تكون في واحد ديال لا 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 اللي تاقوا جاو عندي راهم العداد راهم 4000 5000 وكيعيطوا يوميا، ولكن اللي اختارينا اون سو بازون انا على الامكانيات ديالهم، وانهم ممكن يعطيو في المستقبل وممكن يكون، وكاين شي وحده اللي شجعناهم، وعندي الان واحد ثلاثه ديال الشباب اللي خديتهم يعني على حسب الامكانيات ديالهم، منهم عبد الله اللي تيعيطوا له بكحلوش، رغم ان هذه السميه انا ما تتعجبني شيء لانني انا كحلوش ومع عز الدين تمشي لي الكنيه ديالو، احنا مسمينهم مسيكا وهذا فهد وشعيكيكا فهد فهد هذا اللي لعب لي زاجون سيكوريتي، وعطيناهم ادوار ديال لي زاجون سيكوريتي، لان هاد لاجون سيكوريتي يل سوفر في المغرب، عنده مشاكل ومن خلالهم هما كنطرقوا لهاد المشاكل ديال هاد رجال الامن اللي كيكونوا مساكن تيعانيوا وما عندهمش دور، وصلوا ميساج عن طريق هاد الكوميديين اللي هما، ومعاهم واحد اللي هو واللي ان واحد فيهم كان فنان ولا اجون سيكوريتي اللي ما لقاش الخدمه، الثاني جاي من زاكوره وكان عنده تطلعات انه غيخدم في المدينه ويدير شي حاجه ولا كيعيش يلاه العار غير ياكل غير يعمر غير كرشو، والثالث اللي هو تا هو كان في العسكر وكانت عنده قدره على اداء، حب كيحب الامن وكيحب لا ريغور، ولكن لقى راسو انه غير في رجل حارس وصافي. يعني فالثلاثه خدينا ثلاثه شخصيات مختلفين ومن خلالهم خلقنا بعض لي سيتياسيون، ومن خلالهم كندوزو لي ميساج اللي كيهموا هذاك لاجونت سيكوريتي اللي انا كنشوفه في البنكه، وكنشوفه لان ملي كنمشي مثلا للبنكه ما كنبقاش ذاك لاجونت سيكوريتي حاضر الامن، وكتلقى خدامته في البنكه ويتسخر ويطيب اتاي ويدير، يعني كيدير كل شيء. هذا هو الحويجات اللي كنهضروا، وكياخذ واحد القدر ديال الفلوس اللي هو قليل جدا، وبعض الاحيان مسكين تلقى ما مرسمش بالاوراق، يعني يخدموا 6 شهور 4 شهور ويلوحوا ويعاودوا يجيبوا واحد اخر وغادا. يعني هذا الشيء كله تنطرقوا ناقشناه حسب يعني دي فلاش، ولكن اللي متلو هادو شباب اللي يلاه بادين وتبارك الله عندهم مقدورات جميله جدا، وهما اللي كيخلقوا الافكار. يعني كنكونوا خدامين تيقول بغينا نقولوا هذه، بحال دابا عز الدين تبارك الله عليه عنده واحد القدره انه يمكن غير حيت ولد البلاد ديالك. لا لا، اللي ولد البلاد ديالي هو كحلوش، هو اللي من زاكوره، انا ماشي من زاكوره، انا تا مقروت ولكن هو من زاكوره. هذاك هو اللي دائما خصو خدام على كريشتو صافي، باغي ياكل وباغي يرتاح، ما باغي والو، قانع. عز الدين لعب الدور ديال الفنان، يعني من دوك الفنانين اللي تيهواو المسرح وتيهواو، ولكن لقى الظروف صعيبه فمشى تيدير خدمه اخرى اللي هو يمشي يقول له انت سهران سهران اللهم سهران وخذ الفلوس، لان في الفن راه ما تاخذ حتى حاجه، وتيقبل هذه الخدمه هذه يعني الا تعمقنا في هذه الشخصيات كنلقاهم ان الشخصيات عندهم معنى وتيمثلوا واحد الشخصيات في المجتمع اللي كاينين. فهذا هو الجانب في الكتابه، دائما الواحد يفكر بهذه الطريقه، ان اي حاجه حطيتيها في الديكور، اي حاجه حطيتيها في الديكور عندها معنى، اي اكسسوار استعملتيه عنده معنى، لان حنا كنخدموا برموز. دابا انا وياك ملي بغينا نجلسوا بغيت قلتي لي بغيت نجلس هنا ورا هاد الطابلو، قلت لك لا الديكور، قلت لي انا بغيت ورا هاد الطابلو، علاش هاد الطابلو بالضبط؟ لان في واحد الرمز معين اللي انت جلبك ليه او لا حسيتي بواحد التجاوب مع هذاك الطابلو. اذا لا ميم شوز، حنا ما جيناش وحطينا هذاك الطابلو، تدرس الطابلو، الالوان حتى هي لي كوستيم كيفاش كيدرسوا، فما يمكنش انا خدامه ولابس حتى من ذاك اللي كنلبس لاكوست ولا ماذا تنقولوا بانه راه مدرح، انه غير كنهضروا على يعني
كل حاجه، هذا هو اللي تيخلي العمل يمشي يكون مزيان. وبالنسبه للشباب اللي باقين ان شاء الله راه ابتداء من الاسبوع الجاي القناه ديال ولاد الشعب حنا دابا لونسيناها وغادا تمشى.